خدام الدرب خدام لي الدرب خدام لك خدام لك خدام لك هكا هكا عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد وبالضبط من أمام مكان الفاجعة اللي هزت جميع المغاربة وكذلك جميع مواطنين خارج المغرب وداخليه. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في الأثناء غيتم غيتم إنقاذ الطفل ريان في الأثناء يعني لا يخصون إلا دقائق قليلة كما كتشوفوا تجهيزات السلطات هذه بكل صراحة لحظة تاريخية مشاهدينا الكرام كتشوفوا تكبيرات من طرف المواطنين ليكون في علم جميع مشاهدين جريدة عبد الكرام أنه تمت مراقبة بواسطة الكاميرا من طرف عناصر الوقاية المدنية وذكروا أن الحالة ديال الطفل ريان الحمد لله رغم أنه غيتم النقل ديالو إلى مستشفى عن طريق من مكان الفجعة إلى أحد